بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم تلامذتي الاعزاء والاكارم من جديد. هذاك الملخص البناء اللغوي الفكري الاول اللي هو عصر الضعف، ملخص البناء اللغوي رقم واحد، اش راح نتناولوا فيه؟ المحسنات البديعيه. اش راح نتناولوا فيه؟ مراجعه للجمل الأكثر ورودا في الباك، نقول فيه لو ولولا ولوما. صح، نبدأ أولا بالمحسنات. في المحسنات البديعية لازم تأخذ بالك أنه يمكن يجيك عليها السؤال، وش هو السؤال؟ حدد محسنا لفظيا وآخر معنويا مبينا آثاره في المعنى. وش مطلوب منا؟ عندنا المحسنات، عندنا شحال مطالب من حاجة؟ محسن لفظي، الحاجة الثانية محسن معنوي، الحاجة الثالثة راح طالب لينا الأثر، أثره في المعنى. مش عارف هذا عبد الله ولا وش أثره، كتشوفوا أثره ولا زرق، مش عارف عضوه ولا كيف، فهمت؟ داكور، صح. هنا ينبغي أنك تعرف اللفظية وحدها والمعنوية وحدها، لأن المعنوية عندها علاقة بالمعنى. المحسنات اللفظية وش نلقاو يا أستاذ؟ عندك السجع ويكون في النثر فقط، عندك الجناس إن يكون في الشعر ولا في النثر، عندك التصريع، وعندك الاقتباس. هادو هما اللي تروح تركز عليهم دائما في مخك. لازم تشد مثال مثال، نقول هنا مطر حجر خطر، تقول لي هنا بعض التلاميذ هل يا استاذ لازم نلقاو الكلمات مورا بعضهم؟ ما يهمش، نزل المطر ثم ما هي الا يعني لحظات قليلة حتى تعثرت بحجر، صح؟ ومن شدة خوفي لكن الحمد لله زال الخطر. ما يهمش أن الكلمات يجوا تحت بعضهم مورا بعضهم، لا، فهمت يا جماعة؟ هذه من الأخطاء، ديما يسولوني التلاميذ هاك، هذا يكون في النثر. الجناس هذه بغض النظر على التام وناقص، ناخذ مثال مثال، الساعة والساعة هذا جناس تام، نقول لك جمل وحمل هذا جناس ناقص. تام كيف كيف الساعة اللي يشوفوا بها الوقت، والساعة هي القيامة. تشوف لفظة تاني لكن المعنى مختلف، هنا اختلاف في الحروف، جمل حمل ولا حمل، خلاص معناتها هنا هذا جناس ناقص وهذا جناس تام. التصريع، التصريع هذا يجي الأدبيين بزاف، لكن العلميين خذوا حذرك، قادر يقول لك حدد محسن بديعي لفظي من البيت الأول، يكون في البيت الأول برك. شفتوا آخر كلمة في الصدر، هذه الكلمة الأخيرة هنا، الحرف الأخير راح يكون مثل الحرف الأخير في العجز. وش نقول؟ نفنبر جل جلالك فينا، ألست الذي بث فينا اليقينا، تروح تخرجهم كيما هاك، واضح؟ الاقتباس راح يكون من القرآن، يعطوك آية من القرآن، لكن هذا قليل وين يطيح. أنا وش راح أركز لكم على أثره في المعنى. الأثر، إذا كانت المحسنات هي بديعية لفظية فإن أثره إعطاء
جمالية للكلام، هذه حفظوها، إعطاء جمالية للكلام، زائد وترك أثر موسيقي ترتاح له النفس وتستصيغه الأذن. هذا برك تدي نقاط، أي بسيطة يا جماعة، هذا ما تنجموش تدوم فيه النقاط في الباك صح. المعنوية شحال عندنا فيها المعنوية يا أستاذ؟ الطباق، وعندنا المقابلة، وهنا كاين واحد الأمر راح نبين. طباق يا إما أن يكون طباق إيجاب وإما أن يكون سلب، معنى تنديرو زائد وطباق إيجاب ناقص طباق السلب صح. نقولوا سماء ضدها أرض، لازم تخرجوا المثال في الباك، تخرج المثال. نقول هنا مثلا، هنا نقول دخل ضدها لم يدخل، لو كانت تقول ضدها خرج تولي في طباق الإيجاب. المقابلة، من ضحك قليلا بكى كثيرا. دايما المقابلة تلقاها بين جملتين، جيم واحد وجيم اثنين. الجملة الأولى عكس الجملة الثانية، كاين بزاف تلاميذ تكون مقابلة ويروح في الباك يخرج لنا منها مثلا ضحك وبكى، تقول لي طباق إيجاب، هذا خطأ. إذا لقيت المعاني مرا بعضها، ضحك واش ضدها؟ بكى. قليلا واش ضدها؟ كثيرا. فاعرف أنها تسمى المقابلة، رغم أنه موجود فيها الطباق لكن ما تخرجش الطباق، المقابلة. واضح؟ المثال المشهور، العلم نور والجهل ظلام. هنا ما تروحش تقول لي العلم ضدها الجهل طباق إيجاب، خطأ، لأنه عندك على التوالي العلم واش ضدها الجهل، نور واش ضدها ظلام. فهمت؟ يبقى لنا الأثر، الأثر تاع المحسنات المعنوية. واش راح يكون الأثر؟ الأثر باختصار هو تقوية المعنى وتوضيحه عن طريق الضد. وش زيدها؟ لأنه بالأضداد تتضح المعاني. فهمت كيف؟ هذه ضرورية، ضرورية، متفقين؟ صح. هذا ما كان هذه المحسنات باختصار. نمشي الآن للطامة الكبرى عند جل التلاميذ، وهو إعراب الجمل، راح نسميوه إعراب إعراب الجمل. إعراب الجمل يا أستاذ كيفاش نديرو معاه؟ أرواح نفهمك جيدا. حين نقول إعراب الجمل لازم تركز لي على واحد أساسي اللي يقدروا يجوا في الباك بزاف. الجمل واحد لها محل، وبعدها نشوفوا التي لا محل لها. اللي لها محل لازم تركز لي على الجملة الواقعة خبر، الواقعة خبر، وتركز لي اثنين على الواقعة حال، الواقعة مفعولا به، وعندك الواقعة نعت، والواقعة
مضاف إليه وجملة جواب الشرط الجازم. هادو الآن راح تشوف أنت المؤشرات تاعها، أنه قبلها مبتدأ ولا يكون قبلها كان وإحدى أخواتها، ولا أو إن وإحدى أخواتها. العلم ينفع صاحبه، بدل ما يجيك اسم هنا راح تكون جملة. واش قبلها يا جماعة؟ العلم. العلم مبتدأ، إذا دير حسابك أن الجملة اللي تجي بعد مبتدأ ويتم بها المعنى، معناتها كي سكتوا هنا الكلام تام. فهذه في محل رفع خبر للمبتدأ، جملة فعلية في محل رفع خبر، تكون كان أو إحدى أخواتها. دير حسابك مثلا نقول لو كان جملة سبقها بكان، العلم يرفع. هنا ما تقوليش يا أستاذ بين قوسين راه فعل برك، فعل والفاعل ضمير وتتقديره هو. واش قبلها؟ كان. إذا لقيت كان روح حوص لي على الاسم، وبعدها الجملة اللي تجي بعدها مباشرة راح تكون في محل نصب خبر كان أو إحدى أخواتها. إن وأخواتها، نقول إن العلم وش يدير؟ يرفع صاحبه. جملة يرفع واش قبلها يا جماعة؟ إن. إذا حضرت إن وراء اسمها هوا، معناتها هذه في محل رفع خبر إن. هذه الحالات الأكثر ورودا في الباك، قادرة وأن تكون اسمية، السماء نجومها براقة، هذه اسمية. الجملة الواقعة حال، كيفاه تجي بعد اسم معرفة؟ ركزوا لي على بعد اسم معرفة، وركزوا لي الحالة الثانية بعد واو الحال. ولكن ما تخلط لكمش ما بين هذه المعرفة، إذا كان مبتدأ راح تكون خبر، واضح صح. بعد اسم المعرفة جاء التلاميذ يضحكون. يضحكون راها جملة لأن الفاعل هو هذه واو الجماعة. هذه راح تجي بين قوسين، واش قبلها؟ اسم المعرفة معرف بأل. يا جماعة راه معرف بالصح، راه صاحب الحال ما راهش مبتدأ، وبالتالي يضحكون جملة فعلية في محل نصب حال، وراح تجيكم كيما هاك بزاف هاد الحالات. بعد واو الحال، واو الحال لازم تطرح معاها السؤال كيف به تعرفها. إذا لقيت جملة ومسبوقة بالواو فعرف أن هاد الواو، إذا ما راهش عطف راها واو الحال، والجملة اللي بعدها راح تكون في محل نصب حال. أقبل علي وهو يبتسم. كيف أقبل علي وهو يبتسم؟ إذن هذا الواو واو الحال، فمعناتها في محل نصب حال. نمشي لجملة المفعول به، كيفاش نعرفوها؟ يا إما تجيكم مصدر مؤول، وإما تجيكم مقول القول. قادر وين تكون مفعول به ثاني، أنا راح تدخل في متاه. مصدر مؤول أن زائد فعل مضارع، مقول القول بعد قال معلوم مبني للمعلوم. كيفاش هذه؟ نقول هنا بعد المصدر المؤول أحب، لازم تلقى قدامها فعل يدل على شيء تريده. أحب أن أتعلم، صح؟
هذه شفت لو كانت تجي كان بين قوسين، أحب فعل، من الفاعل؟ ضمير المثلث التقدير هو أنا. التعلم هذا هو مصدر مؤول، إذا راح تقول لي جملة مصدرية في محل نصب مفعول به. أما معقول القول راها باينة، معقول القول مبني للمعلوم، ناخذ قال وناخذ قيل، شوف الإعراب يتبدل. قال الأب اذهبوا للصلاة، إلى الصلاة. قيل العلم نور، هنا اذهبوا للصلاة مقول القول في محل نصب مفعول به وقبلها قال، لكن إذا قيل مبنية للمجهول يا جماعة، وبالتالي قيل واش راح تكون؟ هادو الجماعة دوك نأخروهم، قيل راح تولي جملة العلم نور اللي بعد نقطتين واش قبلها نقطتين، وقيل مبني للمجهول، إذا راح تكون مقول القول في محل رفع نائب فاعل. علاش قيل ولا يقال كي تجيك من بعدها نقطتين يطلبوا منك القوسين راها نائب فاعل مباشرة، فهمت يا جماعة؟ هذا فيما يخص هذه الجمل الأولى، صح؟ راح نتمشى بكم إلى الجمل رقم 2، تمشوا شوية 2، وهي قلت لكم الجملة الواقعة نعت، نعت، والنعت دير حسابك واش هو النعت، هو صفة. كيف نعرفوها؟ تأتي بعد اسم نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. جاء ولد يضحك، رأيت ولدا يضحك، مررت بولد يضحك 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 يضحك. كتشوف واش قبلها كلها من نكرة، نكرة موصوف، نكرة نكرة، لكن انتبهوا الحاجة، لما قلنا جاء ولد راح تكون هذه جملة فعلية في محل رفع صفة ولا نعت. علاش رفع؟ لأن اللي قبلها مرفوع، رأيت ولدا رأي فعل، التاء فاعل، ولدا مفعول به منصوب، معناتها هذه واش راح تكون؟ جملة فعلية في محل نصب صفة. مررت بولد، واش راح تكون هذه؟ جملة فعلية في محل جر صفة. فهمت يا جماعة؟ هذه ضرورية جدا. الجملة الثانية الواقعة مضافا إليه، مضاف إليه، يشترط فيها مسبوقة بظرف، وش هي الظروف؟ إذا، حين، إذ، ساعة، يوم، تلقاها قبل الجملة هذه، صح؟ إذا اجتهدت نجحت. واش تشوفوا هذه يا جماعة؟ أي بعد إذا الظرفية، وما بعد الظروف ضيوف، جملة فعلية في محل جر مضاف إليه. هذه حالة أصلية في الباك، تجي بزاف. الحاجة الثانية مثلا
سأكلمك حين تطلع الشمس، بمعنى حين طلوع الشمس تطلع. حين إذن في محل جر مضاف إليه، وقد يكون ظرف المكان حيث. اجلس، حيث جلس عمر. هنا قبل حيث، هذا ظرف مكان، إذن هذه راه في محل جر مضاف إليه، واضح. الجملة جملة جواب الشرط الجازم. في جملة جواب الشرط الجازم لازم نزيدوها المقترن بالفاء أو إذا الفجائية. وش معنى هذا الكلام؟ لازمك تحفظ لي أدوات الشرط الجازمة، خاصة أشهرها إن وإذما، من ومهما، حيثما، كيفما، أي. هذه من أهم. إن تجتهد فالنجاح نصيبك. راكم تشوفوا يا جماعة، إن من أدوات الجازمة. هذا الشرط الأول، أن تكون الأداة جازمة. الشرط الثاني، أنكم تشوفوا الفاء هذه، أن تقترن جملة الجواب بالفاء، تقترن. إذا مباشرة كيجيبوا لك هذه بين قوسين، راح تكون جملة جواب الشرط في محل جزم، أو جملة في محل جزم جواب الشرط. يشترط أن تكون أداة جازمة، وأن تكون جملة مقترنة بالفاء. إن تنصحهم إذا هم يسخرون. هنا يا جماعة تشوفوا أن إذا فجائية، واضح. هذه أهم الجمل في الجمل التي لها محل من الإعراب. راح نركز على الجمل التي لا محل لها. كيفاش لا محل لها؟ راح تشوف هنا أنه كينقول لك الجمل التي لا محل لها. ما معنى هذا الكلام؟ هذا معناه، أش راك تقصد يا أستاذ؟ نقصد أننا نركز على 1 2 3 4، خلاص هذول يجوا بزاف. عندك الجملة الابتدائية الدرجة الأولى، الدرجة الثانية عندنا جملة صلة الموصول، الدرجة الثالثة عندنا الجملة الاعتراضية، عندنا الجملة الرابعة راح نسميها جملة جواب الشرط غير الجازم، أو الجازم غير المقترنة بالفعل، صح؟ الابتدائية تكون في بداية الجملة، صلة الموصول بعد اسم موصول، الاعتراضية بين مطتين ويمكن الاستغناء عنها. جملة جواب الشرط الجازم لازمك تعرف أدوات الشرط غير الجازمة، لو، لولا، وإذا، وبي، بينما. أو الجازم صح ما تكونش مقترنة. كيفاش هذا؟ نبدأ مثال مثال. جاء الأب فخرج الابن، جاء الأب فخرج الابن، وكان يدير لك هذه بين قوسين.
فهي جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. كاين بعض التلاميذ يقول لي أستاذ هل في الجملة التي لا محل لها لازم نقول هذيك جملة فعلية ابتدائية؟ لا، ما تقولهاش ابتدائية مباشرة، لا محل لها. صلة الموصول، وش هي الأسماء الموصولة يا أستاذ؟ عندك الذي، التي، الذين، الأولى، وانتبهوا لها، اللواتي إلى آخره. عندك من وما الموصوليتان، كيفاش نفيقوا لهم؟ لازم نقدروا نعوضهم بالذي. كيف ذلك؟ قولوا مثلا جاء من فاز البارحة. شفتوا فاز راه جملة يا جماعة، فاز هو، واش قبلها؟ من. من هذه نجم نعوضها بالذي، فهي اسم موصول. إذن هذه الجملة راها صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الجملة الاعتراضية راح تكون بين مطتين، تحدث الإمام، وبعدها تقطع مطة، أظن عن فلسطين. واش تشوفوا؟ عندك اعتراض، نجم نحيوها هذه، نحيوها، تحدث الإمام عن فلسطين، صحيح. إذا هذه جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. جملة جواب الشرط غير الجازم أو الجازم غير المقترنة بالفاء. هنا إذا لقيت أداة من هذا أعرف بأن جملة جواب الشرط لا محل لها. لو اجتهدت نجحت أو لا نجحت. شفتوا هذه يا جماعة؟ هذه الأداة غير جازمة، غين، معناتها هذه جملة جواب الشرط لا محل له من الإعراب، واضح؟ أو الجازم قادرة تكون إن، الجازم إن تجتهد جواب الشرط تنجح. هذه لو كان يجيبوها لكم بين قوسين، دير حسابك هذه الأداة راها جازمة، صح. واش هو الشرط الثاني؟ هنا ما اقترنت بالفاء، وبالتالي جملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب. فهمت يا جماعة؟ هذه مهمة ومهمة جدا، واضح؟ هذه أهم الجمل اللي تركزوا لنا عليها مع جواب القسم إلى آخره، هذوك خلاص مبينين قدامها مقسم إلى آخره. فهمت يا جماعة؟ هذه الربعة مهمة جدا، صح. ننتقل في هذه المراجعة إلى إعراب لو ولولا ولوما. راح نبدأ بلو. لو، شوف، تعرب حرف امتناع لامتناع يفيد الشرط، صح. وقتها هذه لازم تلقى أسلوب الشرط موجود، جملة الجواب وجملة الجواب، جملة الشرط وجملة الجواب. لو اجتهدت لا نجحت. كاين بزاف يخافوا لي من هاد اللام، واش إعرابها رابطة للجواب؟ هذا هو إعرابها. عندنا لو اجتهدت لنجحت، الإعراب تاع لو يبقى هذا، علاش؟ لأنه الشرط موجود. إذا توفر لنا الشرط، جملة الشرط وجملة الجواب، فأعرف بأنه في هذه الحالة هذه راهي جملة جواب الشرط لا محل له من الإعراب، لأن لو أداة غير جازمة، لو حرف امتناع لامتناع، لأن الشرط موجود، الحالة الأولى. الحالة الثانية وأنها تعرب حرف عرض ولا تمني. واختها نلقاو هذه لو زائد فعل مضارع. كي تقول لي انت مثلا، انت مستعد للباك، تقول لي لو انجح في الاختبار، هذا حرف تمني، ما
معناتها أتمنى نجم نعوضوا هذه كل نعوضوها ب أتمنى النجاح، فهي حرف تمني أو حرف عرض كلاهما صحيح، بعدها فعل مضارع. إذا لوش راح تعرض حرف عرض مبني على السكون، حرف تمني كلاهما صحيح. فهمت يا جماعة؟ ثالثة بسيطة، راح تكون لو حرف مصدري مبني على السكون. كيفاش؟ لازم تلقى لو تلقى فعل إرادة زائد لو زائد تكملة الجملة ولا فعل مضارع. فعل إرادة، أفعال الإرادة هي يا جماعة أحب أود أريد، واضح؟ أحب أود أريد رغبت يسعدني إلى آخره، صح؟ هنا نقول مثلا أحب أحببت لو نجحت. هنا لو واش تعرب حرف مصدر مبني على السكون، قادر هذه يجيبوها لك بين قوسين. هنا انتبه الشرط ما عندناش، هذه راها جملة مصدرية في محل نصب مفعول به. هذه كمراجعة خفيفة يا جماعة، لذلك رانا نسرع شوية باه نوصلوا لتحليل المواضيع في زد أكاديمي. لولا زائد لوما، هادو كيف كيف متساويين، صح؟ الحالة الأصلية اللي لولا، لولا صح، ثم دير حسابك أنها تدخل على اسم وتفيد الشرط. إذا توفروا هذه العناصر راح تعرب لولا حرف امتناع لوجود يفيد الشرط. الاسم اللي يجي بعدها، ذاك الاسم اللي يجي بعدها دائما يعرب مبتدأ مرفوع علامة رفعه كذا كذا، صح؟ والخبر محذوف تقديره. تقدر يا إما موجود يا إما موجودة، واضح؟ صح، هذه الحالة الأصلية. لازم نلقى أسلوب الشرط موجود، فلولا أداة الشرط. قل لك لولا الأم لفقد الحنان، امتنع فقدان الحنان لوجود الأم، واضح؟ اثنين وثلاثة تكون لولا حرف عرض، لازم تلقى لولا زائد فعل مضارع. تكون لولا حرف عرض، وعندك حرف توبيخ لولا زائد فعل ماضي. نقول لولا تساعد المسكين، حرف توبيخ. نقول لا، هذا المثال نقلبه توبيخ، واش يولي؟ لولا ساعدت المسكين. هنا راني نوبخك، فلولا تعرب هذا الإعراب، لولا تساعد مضارع، إذن مباشرة لولا تعرب حرف عرض مبني على السكون. شفتوا هذا الدرس راه بسيط يا جماعة، برك لازم تركز قليلا حتى تتمكن من الإجابة عنه إن شاء الله. هاي نلتقي إن شاء الله في المراجعة 2، البناء الفكري شيء المهجر، وهنا وين نبدأ ندوزي لكم الحالة شوية يا جماعة، لأنه علاش المهجر راه ضروري، راح نعطيكم واحد الافكار انه من الفكره العامه تستطيع استخراج النزعه العاطفه
والقيمة هذه راح نشوفوها في المراجعة ونزيدو نشوفوها في حل المواضيع. خلاص متفقين؟ هيا نلتقي إن شاء الله قريبا. السلام عليكم ورحمة الله، بالتوفيق لكم.